تعزينا لك، تعزينا لبيت الطرب بداية. أكيد نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الأستاذ صباح فخري الكبير، ونعزي سوريا ونعزي العالم العربي. أكيد عزاؤنا اليوم قام من قامات البلد فقدناها اليوم، ولكن سيبقى ذكراه في قلوبنا وفي أذاننا. الأستاذ صباح فخري قام من قامات البلد، قدر بصوته يحبوا الناس ويجلب قلوب الناس بأدائه بمحبته بفنه. اليوم إذا نحكي عليك فنان، أستاذ صباح فخري فنان، الفنان المتكامل، المنشد والمؤذن والمطرب والملحن. الأستاذ صباح فخري كثير ناس غنت التراث وغنت القدود الحلبية، ولكن إجا هو نظم النغمة ونظم الإيقاع، رتب بشكل فني كثير جميل، وقدر يعني كثير مطربين قلدته أو نهجت من خطاه. أكيد تعزينا لكل السوريين ولكل العرب هذا اليوم الفاجئ لكل السوريين، خسارة كتير كبيرة لنا كفنانين، يعجز الكلام عن هذا اليوم الصعب. رحمة الله عليه. الإرث يلي تركه صباح فخري كيف تقدر توصفه؟ إرث كبير جدا، وبتمنى مني ومن نفس كل الشباب الفنانين انه دائما يحافظوا على هالغنى اللي عفنا اياه الاستاذ صباح. يسعد اوقاتك استاذ حمدي، والعزاء لك. اهلا وسهلا فيكم. الحقيقه بنعزي نفسنا وبنعزي حلب، بنعزي سوريا، بنعزي الوطن العربي. الراحل حدا موادي، ايقونه من ايقونات الوطن العربي، حدا لا يكرر. العمر لنا كلياتنا والله يرحمه. اكيد تحكي لنا شوي عن الإرث يلي تركه صباح فخري، عن المدرسة يلي أسسها صباح فخري. طبعاً إرث لا يعد ولا يحصى، من موشحات لأدوار لقدود حلبية. إنسان كان سابع عصره الله يرحمه، رتب القدود، رتب العمل الفني الحلبي بالذات بشكل لا يوصف. صار مرجع الأجيال، صار مكتبي، بأي لحظة حدا بده شغلة بده يسمع أي شغلة بشكل صح، عبارة عن كبسة زر بيطلع له شيء مأرشف وشيء مرتب. ويعني هذا طبعا هذا الموضوع لأجيال، لأجيال كثير كبيرة لقدام. قامة عظيمة والله يرحمه، لكن هو عاش عظيم ومات عظيم، وأثره موجود وسيستمر لأجيال قادمة. صباح فخري راح بروحه بس هو بقلبنا، راح بجسده بس هو بقلبنا، روحه بكل مكان بسوريا، بكل مكان بالوطن العربي. هو هرم ما حدا بيقدر أبدا أبدا ينكره، فهو راح جسديا بس هو باقي دائما وأبدا.
نحن جاي على الطريق سوسر تقول لهم يا رب لو انه استاذ صباح هلا يعرف قد ايه المحبه اللي هو زرعها بقلوب الناس، قد ايه الناس كلها دمعه بعينها وحرقه قلب انه عم يودعوا لاخر مره للاستاذ صباح، ويشوف هلا قد ايه الناس. طبعا هي البذره هو اللي زرعها، هو اللي زرعها بالمحبه، زرعها بهذا الصوت اللي الحمد لله انه صوته موجود، يعني انه اخ يا استاذ صباح الله يرحمك. الصدمه ما انا قليله، والله يصبر اهله ومحبينه ويصبرنا كلياتنا، وبقول اللي احيا فينا ان كان حي او كان راحل هذا الشيء ما راح ينتسى ابدا. حتى بنقابه الفنانين هو من المؤسسين، وهو كان بسلم النقابه فتره كنقيب، لهلا توقيعه حاضر وموجود بكل اسس النقابه. رحم الله الفقيد الفنان الكبير صناجة العرب زرياب العرب صباح فخري. هو خالد في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا. صباح فخري هو تاريخ، والتاريخ لا يموت، سيبقى هذا العملاق الكبير سفير الأغنية السورية إلى العالم العربي، الذي دخل موسوعة جينيست من أوسع أبوابها وتقلد أوسمة السيد الرئيس، قلد الوسام للسحقاق وأكثر من رئيس في بلادنا العربية وحتى الأجنبية. صباح فخري تاريخ، حافظ على التراث، أغانيه ستبقى لأجيال وأجيال وأجيال. كل العزاء لأبناء مدينة حلب وأبناء سوريا وأبناء الوطن العربي. نحن الآن عم نودع أيقونة من أيقونات الفن في العالم العربي وفي العالم، الأستاذ صباح فخري. صباح فخري رحل وهو مطمئن لهذه المدينة العظيمة، مدينة حلب اللي عم فيها السلام والحب. صباح فخري رحل وهو مطمئن على هذا التراث الذي تركه لهذه المدينة، سيظل مستمر، سيظل هذا التراث بأيدي أمين. الحقيقة صباح فخري عاد إلى هذا الوطن ونحن نودعه على صوت آذان العصر بصوته مسجلا. رحل إلى هذه الأرض الطاهرة الذي شرب من مياهها وغنى في منازلها ووقف على مسح قلعتها. صباح فخري رحل وهو الآن في جنان النعيم إن شاء الله. عزائنا لحلب ولمحبي الأستاذ صباح فخري، وعزائنا لكل فنان عربي، لأن اليوم فقدنا صرح عربي وليس صرح إنسان يعني حلبي أو سوري. الإنسان يقف عاجزا عن التعبير عن في هذا اليوم الجلال. نحن هذا الإنسان خلق الله فيه معجزة، هي الحنجرة التي استطاع من خلالها، من خلال تعلمه وعقله وذكائه، إن يسقلها ويبنيها في العلم ويحصنها في العلم، واستطاع من خلال هذا العلم وهذه الحنجرة أن ينقل التراث الحلبي السوري إلى العالم أصقاع الدنيا كلها. هذا الإنسان فضله كبير على التراث، لأنه هو أول من أسس وثبت قوالب التراث عبر العصور. التراث كان موجود منذ آلاف السنين، ولكن صباح فخري هو من أسس وقولب هذا التراث بحيث أنه صار جزءا منه وأصبح هو التراث في إنسان. لذلك عندما تتحول أو تنتقل بين دول العالم يقولون صباح فخري، وهم يعنون التراث السوري. ترك محل كتير كبير عالميا، فينا نقول حتى مو محليا، الله يرحمه والله يقوينا نحن كفنانين عرب وكفنانين حلبية، إنه نحن نكفي هذا الطريق أو هذا الـ الإرث اللي تركنا إياه، نقدر نضل نغني كل شيء حلو ترك لنا إياه يا رب. رحمة الله عليه، أكيد نحن باقيين على نفس الطريق، رسالة الفن، حلب، الإرث الحلبي، الفن العريق، الله يرحمه، ما فيني أقول غيره. اللي عطى صوته وضميره وكيانه لهذا الوطن، الحمد لله الوطن رجع له اللي بيستاهله. وأنا قلت قبل شوي إنه حلب هي مدينة الأصالة، حلب هي العمارة فيها أصيلة، المطبخ فيها أصيل، الموسيقى فيها أصيلة، الصناعة فيها أصيلة، شعبها أصيل. حلب إرث حضاري عالمي باليونسكو كنمط حياة. اليونسكو ممكن يوثق قلعة أو هرم أو، ولكن حلب أكثر من 10 قرون لا زالت تحافظ
ويتعامل شعبه، بنحكي نفس اللغة ومنتزوج بنفس الطريقة ومنتاجر بنفس الطريقة، ولا نظام بالدنيا كلياتا قدر يفوت علينا ويغيرنا. صباح فخري جسد هذا الشيء وقدم لنا أحلى هدية، إنه رفع اسم حلب وسوريا، وكل حلبي وكل سوري وكل عربي وكل إنسان شريف حقيقي بيفتخر إنه عرف صباح فخري بيوم من الأيام.